بس انا في سؤال على فكره اتعدى اللي هو بتاع ان في حاجه هتضايقنا، فانا عايز احط بس خط فاصل جدا جدا ما بين اللي بتسمح له للتصوير واللي بتسمح له بالعرض. ده بتسمح له بالعرض ده بمعنى نقطه بمليون جنيه. يعني ايه يعني؟ انا فكره انا اسمح لك بالتصوير لو دخلت في ان انا بمعايير الرقابه اللي عندي هعملها على الامريكاني ولا الاسباني ولا الكوري ولا الهندي، انا تقريبا مش هصور 50% من الاعمال بالظبط. فانا هسمح له بالتصوير بس العرض ده موضوع تاني خالص. العرض ده يعني حضرتك تقصد ان هو انا هنا بتعامل كلوكيشن زي الاستوديو اللي انا قاعد بالزبط. فيه ده انا النهارده لكن اعرض المنتج عندي ولا لا ده بقى قراري بالزبط. كرقابه اتخيل انا بروح اصور في استوديو مصر دي كانها استوديو. ما برضو في عندنا حاجات بس انا عايز ابسطها لك. انا دلوقتي رايح اصور في استوديو مؤجر استوديو من راجل صاحب استوديو، ما هي مصر دي كلها بالنسبه للتصوير الخارجي العالمي هي استوديو. فانا رايح عند استوديو، فهل انا ينفع كل ما اروح عند استوديو اصور فيه يقول لي وريني السيناريو بتاعك اوافق عليه؟ مش هتحصل، وده ما فيش دوله بتعمله غيرك في العالم. لو انت مقرر من دلوقتي اهو من اول الكلام اهو ان انت من النهارده لا انا هوافق على اللي يناسبني بس، يبقى بلاها قصه التصوير العالمي خالص. انا بقول لك اهو احنا فخنا كلنا، لكن لو انت لان انت عالميا مستحيل هتلاقي كل الثقافات شبهك، ما كل ثقافه عندها ثقافتها. فما توافقش على العرض، انت بالزبط. مشكلتك الاساسيه ما توافقش يعني على العرض. مثلا مشهد خارج تحت سفح الهرم هو يقول لك احنا وافقنا على ده؟ لا، ما هو بص، ما هو بالعقل برضو احنا دلوقتي ما حدش اصلا عايز يصور مشهد خارج عندك على سفح الهرم، يعني عشان بس متفقين ما حدش عايز يعمل ده. بس النهارده انا مش لازم ابقى موافق على معنى الفيلم او الثقافه اللي في الفيلم عشان اوافق اتصور عندي، لكن انا اكيد مش هقول له تعالى فجر الاهرامات، اكيد لا. مش هقول له تعالى اعمل مشهد خارج تحت سفح الاهرامات، اكيد لا. برضو انا بشوف المشاهد بتاعته، بس لازم يبقى في مرونه اعلى بكتير من اللي هيعرض. في مرونه في التصوير اعلى بكتير من اللي مش يطخ ويكسر مخ، مش يطخ ويكسر مخ، يعني مش اللي هو ابيض اسود، لا. انا في مرونه اعلى بكتير مع التصوير عن المرونه بتاعه العرض. كده كده احنا شايفين كلنا مرونه العرض قد ايه اصلا ضيقه جدا، اذا كان للعالمي ولا للمصري. بس انا عايز لا ده كمان في عالم المنصات يعني، وانت كمان ليك تجربتك يعني، خلاص الدنيا كلها بقت مفتوحه. بس انا عايز اقول لحضرتك انا المنصات كلها، عشان انا اتعاملت مع منصه كبيره قبل كده وبتعامل مع منصه كبيره دلوقتي خلاص، فهما مختلفين والاثنين امريكان مهمين جدا. الاثنين على فكره وهما جايين يتجهوا في مصر عندهم محددات ان هو عايز يعمل حاجه مقبوله في الثقافه بتاعتك. يعني هو لما يعمل حاجه مصريه هو مش عايز يعمل نفس اللي بيعمله في اسبانيا. طب ولا انا عندي اسئله برضو بندافع الفضول بتاعنا فتحت هذا الموضوع. العمل اللي حضرتك قدمته كان من انتاج المنصه، ايه الاشتراطات المهنيه اللي هم حطوها عليك كمخرج؟ هم ما فيش اشتراطات في نوع اللي انت بتحكيه، هو عايزك تحكي قصتك زي ما انت عايز تحكيها. بس هو يعني هل قال لك مثلا مدير التصوير يبقى من هنا لان هو المنتج؟ طبعا هو كان عنده حاجه مهمه جدا، يقول لك انا ما ينفعش اجيب، اولا ما ينفعش اجيب موهبه بره مصر لو هي موجوده في مصر، عشان انا جاي ادعم الصناعه المصريه. فانا لو لازم عشان اجيب حد من بره يبقى ما فيش مثيل ليه جوه، عشان ما اقولش عشان داخل ادعم الصناعه دي. ده رقم واحد وتحسب لهم. رقم اتنين قال لك انا ما ينفعش ابوظ اسعار السوق، يعني ما ينفعش اجي عشان انا امريكاني ومعايا فلوس اديك رقم مش هتاخده اعلى من رقمك في السوق. ليه؟ عشان ما يبقاش اسمي جاي اديسربت الماركت او اعمل خلل قواعد منافسه، اعمل عشان ما بوظش المنافسه، لانه عملها مره زمان في بلد ما والمنتجين قال لك انت كده مش هتعرف نفسك. فهو قال لك انا لازم امشي على نفس معايير المنافسه بتاعتك. وهو على فكره جاي يقول لك انا عايز ادعم ان يبقى فيه ستات في التصوير، ما يبقاش كله رجاله، عايز ادعم ان يبقى فيه تمثيل لكل الناس اللي في مصر، عايز ادعم ان يبقى فيه النوبي شغال والمسيحي شغال والاقليات شغاله. فهو جاي بمنطق حميد من وجهه نظري. واذا كان عنده نوع من انواع الاعمال اللي بيحبها في اعماله العالميه، هو فاهم ان هنا في ثقافه مختلفه، انا عايز في الثقافه دي. ليه؟ لان هو هدفه انه يجيب المتفرج المصري، فهو عايز في لان احنا بالنسبه له سوق. انت سوق، انت واحد هتشترك. فلو تاخد بالك التلات اعمال اللي انتجوا من نتفليكس مثلا في مصر، تبص عليهم وبص على اعماله اللي بتنتج في البلاد التانية، هتلاقي هنا مختلفين تماما عن هنا، لان هو كل ماركت او كل سوق رايح له بثقافته، لان هو عايز يندمج وعايز يعمل حاجه ملائمه لثقافه الحاجه اللي بيعملها. فهو مش جاي يضغط عليك او يجبرك على ثقافته هو، هو بالعكس هو عايز يعمل محتوى ببلده بثقافته بناسه، ودي مهمه جدا. واحنا كلنا
كناس اشتغلت في المسلسل ده بعد المسلسل ما اتعرض كلنا جالنا عروض بره. فده معناه ان ليه الجزء الثاني ما اتعملش قبل ما اروح بقى لسياده النادي؟ ده موضوع بقى لوحده يعني، ما ينفعش ارد عليه هنا بس يعني. طيب خلاص هو خلاص خلاص خلاص.